سيدات والسادة سيدات اند اونر. الإعلاميين، مرة ثانية Welcome أعربوا my عن brother. الشرف الكبير للترحيل His بأخي Excellency فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس President جمهورية مصر العربية، عبد والوفد الفتاح المرافق السيسي له في زيارته لجنوب السودان. President تغمرني of the سعادة Arab Republic بالغة أن of أطلعكم Egypt أن السيد الرئيس and وأنا his delegation قد to South Sudan later. تقابلنا وناقشنا العديد من المجالات المتعلقة بالتعاون I am الثنائي وفي pleased هذه المباحثات. أعرب to السيد inform you الرئيس that عن استعداد مصر President Sisi لدعم تنفيذ اتفاق السلام المنشط، I met وأعرب أيضا عن دعم مصر الكامل and لجنوب discussed السودان في a مواجهة range of التحديات issues التي governed نواجهها by مثل trade آثار embargoes انخفاض أسعار البترول by trade وجائحة bilateral cooperation. كوفيد-19 وباء فيروس كورونا In والفيضانات deep التي discussion, تجتاح مناطق من البلاد. واتفقنا President مع Sisi فخامة الرئيس emphasized أننا his نحتاج willingness إلى أن نعزز من تعاوننا في support مجالات عدة، implementation منها of the التعليم والصحة revised peace والإعلام agreement والطاقة والتجارة where والاستثمار recognized والبيئة that والبنية الأساسية والاتصالات. you also إننا pledged نتطلع Egyptian full بتطلع support بشدة لقيادة مصر in وخبراتها، alleviating some of ونعتقد the تمام challenges الاعتقاد facing أن us هذه تشكل فرقا في such as the impact تحقيق أولوياتنا of falling للتنمية. oil prices, فخامة الرئيس COVID-19 وأنا pandemic, تحدثنا أيضا عن إدارة موارد and المياه، recently وخاصة في devastating الاستغلال flood الأمثل across the للخبرات country. المصرية فيما يتعلق بمجالات الري لتخفيف آثار We الفيضانات also على المستوى المتوسط والبعيد، agreed وأيضا من on the خلال need إدارة موارد to المياه enhance وحصاد الأمطار وبناء mutual السدود. على الصعيد cooperation الإقليمي in تحدثت areas مع of فخامة education, الرئيس الذي أشاد healthcare, بالوساطة التي media, قمت energy. بها وقامت بها جنوب السودان مع الحكومة السودانية. ناقشنا سويا أيضا قضية سد النهضة، Trade and وأنا من investment جانبي أوضحت جليا موقفنا المؤيد and للحوار infrastructural والذي يعزز من الاستقرار الإقليمي. connectivity, نحن especially ملتزمون بالاستقرار with الإقليمي respect to road ومسؤوليتنا كفارقة and أن نجد rail حلولا إفريقية للمشاكل links. الإفريقية. We تطرقت strongly محادثاتنا أيضا مع سيادة الرئيس feel حول that كل هذه النقاط، Egyptian ونقاط leadership التعاون بيننا وبين فريق and العمل من expertise الجانبين، in these areas وهناك فرص واعدة can make لهذا a التعاون difference المثمر فيما in our بيننا. developmental priorities. وأقول أن العمل سوف يستمر بين الدولتين على المستوى الرسمي The لتحقيق President and أهداف I have أولوياتنا، also broadly discussed وأختتم بأن أتقدم بكل matters الشكر relating لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه to water الزيارة resources والمباحثات الهامة، management وأتطلع أن نستمر في and especially انخراطات Egyptian من readiness أقوى in في their expertise مناطق عديدة to وفي help مجالات الاهتمام mitigate المشترك. the impact وأيضا of floods أوجه شكري ل both in the short ممثلي and الإعلام، medium شرف terms لي أن تكونوا هنا معنا. through شكرا. dredging. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس الفاكر رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في جوبا، وأود أن أشكر أخي فخامة الرئيس سلفاكير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلد الثاني جنوب السودان، وهو البلد الشقيق الذي تجمعه بمصر وشعبها روابط أزلية وتاريخ مشترك يمتد لعقود طويلة. شهدت مصر خلاله على تطلعات شعبكم العظيم نحو مستقبل أفضل، إيمانا منها بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة، وتجسدت كذلك في العلاقة الخاصة التي جمعت مصر بالزعيم الراحل جون جرج. لقد أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة
من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان الشقيق، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة. وقد أكدت خلال المباحثات على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الدكتور رياك مشار وجميع الأطراف الجنوب السودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد، وأود الإشادة في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقا لبنود اتفاق السلام المنشط، وهو الاتفاق الذي نحرص جميعا على تعزيز آليات تنفيذه، وكذا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية. كما شهدت مباحثاتنا تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق إفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة، وتوافقنا على تنسيق جهودنا المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة. ولا يفوتني في هذا الصدد الإشادة بجهود الرئيس سلفا كير في تحقيق الاستقرار في دول الإقليم، خاصة جهودكم في الوساطة بين حكومة جمهورية السودان والفصائل الثورية، وهي الجهود التي تكللت بنجاح بالتوفيق على اتفاق سلام جوبا بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي. أخي فخامة الرئيس سلفا كير، السيدات والسادة الحضور، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لشعب جنوب السودان الشقيق أن مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة هذا الشعب الكريم، وإننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، كما أدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، وندعم مساعي رفع العقوبات الدولية عنها بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسي الجارية. وفي الختام أود أن أجدد الإعراب عن خالص الامتنان والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منكم فخامة الرئيس سلفا كير ومن شعب جنوب السودان الشقيق، وأتطلع لاستقبالكم في المستقبل القريب في بلدكم الثاني مصر. وشكرا فخامة الرئيس.